السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. صلى على رسول الله، اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد، واذكروا الله لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. كل سنة وانتم طيبين، ويعود عليكم الايام بخير. حطوا اللايك حبايبي، حطوا اللايك، ربنا يصلح حالنا وحالكم، واعملوا مشاركة للفيديو عشان يوصل لكم مني كل جديد، وفعلوا زر الجرس. النهاردة ان شاء الله جايين نعمل مع بعض حبة زبادي حبايبي عشان رمضان. فانا دلوقتي جبت ايه، دول 2 كيلو لبن حبايبي بلدي، غليتهم، سبتهم لما هدي، وبعدين اشتريت زبدايه حطيتها هنا زي ما انتم شايفين كده، وحطيت عليها معلقتين كبار معلقه الاكل سكر. هلم الوش حبايبي كده زي ما انتم شايفين كده، واحط على الزبدايه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر كده حبايبي زي ما انتم شايفين. بكون في الوقت دوت مولعه الفرن بدفيها، عشان انا ما عنديش المكنه بتاعت الزبادي. ماشي، بناخد معلقه ولا كبشه ولا اتنين من اللبن، وهنضرب الزبادي فيها. ماشي حبايبي، تنسوش تحطوا اللايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. خليكم معايا حبايبي بس عشان الهاند بلندر ما يعمل لكمش دوشه، مش هتبقوا سامعيني، هرجع لكم تاني. بصوا حبايبي، هنا انا ضربت الزبديه بالسكر، بس لازم بتضرب كويس جدا عشان السكر يدوب، عشان الزبديه تختلط كلها مع حبه اللبن ورش اللبن اللي احنا عملناه. هنكمل ضرب هنا، بس هنفضيها كده. فضيت الزبادي كلها بحبة اللبن بالوش بالسكر كله كله مع بعضه على بقية اللبن. ماشي، ونسمي الله يا حبايبي ونشغل كده. خليكم معايا. بص حبايبي كده انا خلصتها، جبت العلب الزبادي، اشتريت علب زبادي غسلتها وسبتها نشفت، وبعد كده حطيت صينية الالمونيا كده زي ما انتم شايفين، حطيت فيها ايه، حطيت فيها حبة خل علشان خاطر لما احط فيها مية مغلية وتدخل الفرن ما تسودش. ماشي، طبعا انا مولعة الفرن حبايبي، مش سايباها تسخن، مجرد ان هي هتسخن هطفي النار وهسيبها زي ما انتم شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر. كده يفضل ان احنا نعملها في البيت احسن حبيبي، لان كده كده الزبادي غليت جدا بره، فاحنا بدل ما نشتريها نعملها في البيت. ماشي كده، بالنسبه لي الصينيه دي كده خلاص فاضل لها واحده، خليكم معايا. بص حبايبي، بسم الله الرحمن الرحيم، بنسمي الله كده، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر. بنحط ميه لحد النص، لحد ما تحط الميه تبقى نص علبه الزبادي. ماشي كده تمام، هغطيها بفوطه، وبعد ما اغطيها هنكمل العدد بتاع الصينيه. خليكم معايا، هكمل العدد بتاع الصينيه كده زي ما انتم شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم كده، وهغطيها حبايبي بحاجه وهدخلها الفرن الدافي. ماشي 6 ساعات يا حبايبي، وهوريه لكم ان شاء الله باذن الله لما تطلع من الفرن هتبقى عامله ازاي. بتبقى جميله جدا يا حبايبي، وانضف واحسن، انت عامله حاجه في البيت وحاجه نظيفه طول شهر رمضان. يعني انت اللي احتاجتيه بس ان انت جبتي زبادية من بره، دي الخميره بتاعت الزبادي اللي انت هتعمليها طول الشهر. كل ما تيجي تعملي زبادي بيكون طبعا عندك زبادية او اتنين زي ما يكون، بتطلعي واحده منهم تاخديها خميره للجديد. دي الزبادي اللي بتتعمل يا حبايبي، وانضف من اللي بره كمان. لما تطلع ان شاء الله من الفرن هوريها لكم، بس ما تنسوش صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد، وتذكروا الله لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله، صلوا على رسول الله كده، وتحطوا اللايك حبايب قلبي، ربنا يصلح حالنا وحالكم. خليكم معايا ان شاء الله لما تطلع من الفرن هوريها لكم. بس حبايبي ما شاء الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر. بصوا شايفين الزبادي ما شاء الله ما شاء الله، جميله جدا جدا، وكفايه ريحتها حبايبي، وكفايه ريحتها وطعمها ما شاء الله ما شاء الله. بصي عامله وش ازاي يا حبايبي، بصوا
انا كده لسه ما دخلتهاش حبيبي، انا مجرد ان انا لسه مطلعاها بس من الفرن. ما شاء الله. بص حبيبي اهي، بصوا اهي لسه كده ما دخلتش التلاجة. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر. زي ما انتم شايفين حبايبي كده جميله جدا. ما تنسوش حبايبي تحطوا اللايك وتصلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد. يعني مش هنقف على حاجه حبايبي، مش عشان ما عندناش مكنه الزبادي حبايبي يبقى كده هنقف مش هنعمل، لا حبايبي كده ما شاء الله ما شاء الله، يعني نعمل كل حاجه في بيتنا وانضف حبايب قلبي، انضف حقيقي. يعني الفرن عندك بتظبطيه على تايمر 6 ساعات؟ ماشي. ما بتظبطوهوش بتسيبيها حبايبي في قلب الفرن 6 ساعات، وبعد ال6 ساعات تفتحي عليها تلاقيها ما شاء الله زي ما انت شايفه كده اهي حبايبي. بصوا اهي ولا اتقلبت من ال اهي اهي اللي تقولوا مثلا بتضحك علينا. انا ما دخلتهاش الثلاجه لسه، انا لسه هدخلها الثلاجه. ماشي. وكده بتبقى بخيرها والقشطه فيها وكل حاجه، وما شاء الله ما شاء الله عليها حقيقي حبايب قلبي. جربوها وباذن الله تطلع احسن ما انا كمان عملتها. ربنا يصلح حالي وحالكم ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين، يجعلنا شهر كريم وفضل واسع علينا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.